من المواهب التي يتنبأ لها عشاق كرة القدم الوطنية بمستقبل مشرق، من النجوم التي أصبحت تحظى بقسط وفير من الاهتمام من طرف المراقبين الرياضيين بالمملكة، موهبة فريق النهضة الرياضية البركانية محمد فرحان. هذا الموهوب تعرفت عليه الجماهير البركانية الموسم الماضي، خصوصا بعد نهائي الكأس الفضية التي توج بها النادي البرتقالي على حساب الوداد الفاسي، النهائي الذي شهد تسجيل ابن 24 ربيعا هدف مع بداية الشوط الثاني، حيث ساعد بشكل كبير كتيبة منير الجعواني أنذاك بالتتويج بأغلى البطولات المحلية، ويبقى هذا الهدف موشوما في ذاكرة محمد فرحان. فيما شهدت مباراة دوسونغو المزنبقي في دور المجموعات من كأس الكاف تسجيل هذا النجم أول هدف له رفقة النهضة البركانية في المسابقات الإفريقية، السجل التهديفي لفرحان تزينه 3 أهداف محليا وهدفين قاريا في 48 مباراة لعبها بألوان أسياد الشرق. كما سبق لهذا الفتى أن شارك في مباراتين وديتين مع المنتخب المحلي ضد أندية غرناطة وملاقا الإسبانيين، ويبقى المراد القادم لابن مدينة بركان تحقيق بطولات أخرى تزين خزينة النادي، أهمها التتويج بصاحبة الأذنين التي أدارت ظهرها الموسم الماضي للنهضة البركانية في النهائي التاريخي ضد أحد زعماء كرة القدم الإفريقية الزمالك المصري، النهائي الذي بقي مرسوخا في أذهان محمد فرحان. حلم هذا اللاعب هو الاحتراف في السنوات القادمة في أحد الدوريات الأوروبية، إذن أملنا كبير في أن يكون محمد فرحان نجما جديدا تفتخر به الصناعة الرياضية البركانية عما قريب، وأن يكون حاملا لراية المغرب في ميادين المستديرة العالمية. كان معكم ماجد مجد، شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم.